أحلى 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 مساء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مدينة لامبرغ الألمانية، هذه شرق هامبورغ بالشيء البسيط، 40-50 كيلو. لحظة الجمال فيه. يا رباه يا رباه، اللي في هامبورغ لا يطوف هالمدينة، قريبة جدا يقدر يجيها ويرجع في نفس اليوم. طبعا جدا جدا جميلة. نواصل تصويرنا. مدينة جميلة جدا وتستحق الزيارة، هو بقوة. من المدن اللي حاط العين عليها من زمان، أول مرة أزورها. الانترنت شيء بلا عندي في الموبايل، لكن بتعبث بالموبايل. اليوم طبعا الجمعة، تاريخ 19/1/2018، مثل ما تشوفون درجة الحرارة بين 1 و0 و2. بلدات ألمانية جميلة جدا، الكثير الكثير منها. نواصل، هاي الساحة الثانية. لوحات لوحات مو ببيوت. نواصل تصويرنا، يلا ننتقل معاكم للجهة الثانية. بنوقف التصوير من هالجهة، بننتقل للجهة الثانية. نواصل تصويرنا. وصلت تصويرنا.
متجه ناحية النهر، دائما الأرض تنزل تنزل وانت رايح صوب النهر. من منطقة النهر هذه أقفال الحب، يا رباه يا رباه على هذا الجمال. تقول لي أوغندا، تقول لي زامبيا، تقول لي الكونغو، يا رجل حسنا في لامبيرغ ألمانيا. بلدة لامبيرغ ألمانيا هذه قريبة من هامبورغ، شرقي مدينة هامبورغ 40-50 كيلو. أقفال الحب، مارك توين، نواصل. نواصل تصويرنا، ما زلنا في بلدة لامبيرغ الألمانية، الشمال الألماني. اليوم 19/1/2018 يوم الجمعة، وجمعتكم إن شاء الله مباركة. مدينة لامبورغ الشمال الألماني قريبة من هامبورغ. هذا البيت المقلوب، بس طبعا الحين ما في موسم، شوفون قفلين هاي، بس طبعا اللي في إنسبورغ ترى أحلى عن هذا اللي في إنسبورغ، لكن هذا يعني بيت يعني لا باس فيه زين، لكنها اللي هناك أفضل أحلى. هذا الحداثي
هذا جنوب هامبورغ شوي ما بوايد يعني تقريبا يمكن نص ساعة. هاي مطعم بيتزا والمكدونالد ورا هذا مطعم مكدونالد وسيارات الكارت زحلاقية كبيرة هناك وفي أشياء هني تنبنى بعد ألعاب الظهر ما خلصت. برودة 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 بس طبعا نفس الشيء ترى نفس لا لكن هذاك اللي هناك أمتع أنا شفته أمتع شكل أمتع عن هذا الظاهر ظاهر أسان طبعا ما دخلت لين ما دخلته. يلا نتوجه إلى بريمن مدينة المبيت الليل هناك في بريمن